لطب 510. هوبا رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو. جامدين ايه؟ اسمها ايه؟ غنوا معايا. ايوه كاسحين كل المجال. ب 800 جنيه بيطحن الازاز، بيطحن الحديد، بيطحن اي حاجه، توابل، مكسرات، اللي انت عايزاه عند ابو خالد ستور ب 800 جنيه. ب 350 جنيه كبه 2 لتر ماركه سكاني، و 250 جنيه مكمله معانا الكبه القمر الكهرباء، ب 150 جنيه كاتل ستانلس كهرباء من غير كلام كتير عند ابو خالد ستور. يلا بسرعه كملين. نسكت؟ لا ما نسكتش. ده ب 200 جنيه ستانلس من جوه وبلاستيك حراري من بره. شايفين شكله شياكه والله. ب 140 جنيه طقم الكاسات اللي هيتحط في احلى مطبخ عروسه. ايه ده؟ والله طقم الكاسات مذهب عند ابو خالد ستور ب 140 جنيه. اسكت؟ لا ما اسكتش. استنوا يا لهوي، ب 140 جنيه سيلفر منه كمان. شايفين الشكل ده؟ وطبعا شفتوا الشكل ده. استنى، وده ب 140 وده ب 140. ايه ده؟ يعني انا اجيب اربع طقمه بكام؟ دول اربعه صح؟ الاربعه دول كده بكام؟ سيلفر وذهبي 580. 580 اربع طقمه كاسات؟ 560. 560 اربع طقمه؟ اربع طقمه. ب 150 جنيه طقم سكاكين ايكيا. في كده يوسف يا مدلعنا، يوسف يا مشهيصنا. بصوا بقى الطقم ده كله ب 200 جنيه استانلس ما بيصديش، استانلس اصلي. ست شوك، ست معالق صغيره، ست معالق كبيره، ست شوك كبار. الطقم ده كده على بعضه ب 200 جنيه. تخيلي طقم السكاكين بكام؟ ب 200 جنيه. ب 200 جنيه وده ب 200 جنيه؟ ب 200 جنيه. يعني انت دلعتي مطبخك ب 400 جنيه. يلا انبسطي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لا مسكتش. بكام القلايه؟ الاير فراير؟ الاير فراير؟ ب 1250. دي ب 1250. طب هنفرجهم يا يوسف. بصوا شكلها عامل ازاي؟ الحقي بسرعه انزلي عند ابو خالد ستور في النزهه وخدي عروض الاجهزه الكهربائيه ودلعي مطبخك. نزلت ابو خالد ستور، ده اكبر مول واكبر سنتر في النزهه الجديده، وده اللي بيوزع لكل المحلات هناك. زي ما انتم شايفين ده محل ابو خالد ستور. شايفين كبير قد ايه؟ عنده كل اجهزه العروسه من الابره للصاروخ. الحاجة مؤلفة بره هتلاقوها عنده ب 300 جنيه. الأجهزة عليها عرض 50%، ده غير كمان الأدوات المنزلية، الحلل والصواني والكوبايات الترند وكل الحاجات الترند المستوردة، أدوات الكوافرات، الفوط، كل رفاعيات المطبخ وكل أدوات المطبخ، الأطباق، الصواني، كل حتى حاجات الكوافرات، الهارد جل والفرش الاستشوار، مكن الحلاقة، كل حاجة بتحلمي بيها عند ابو خالد ستور. حتى ديكور المنزل، ادوات الكوافرات اللي بتتباع بارقام فلكيه، هتلاقوا كل الانواع والحاجات والبراند اللي انتوا عايزينها موجوده في ابو خالد ستور. ما تيجوا نتفرج على الاسعار. نزل قنانة الصغيره دي ب 35 واللي اكبر منها عامله 50، تمام. ده استحاله استانلس، استحاله يغير لونه. واللي اكبر ده 55. دي 55 اهي. بصي يعني انت ممكن تاخدي كده، انا بقى هاخد اثنين من كل حاجه. دي الاكبر دي بكام؟ 125. دي ب 125. ودي بكام؟ بكام دي؟ دي؟ عامله 165. 165. وفي الاصغر منها بكام؟ الاصغر منها ب 115. وادي بدي ب 115 جنيه. ودي ب 75 جنيه. ب 75 جنيه. مسكت. طقم سكاكين ثلاث قطع. ب 20 جنيه؟ ب 20 جنيه. انتوا لاقيينها في الشارع؟ ب 20 جنيه بس، عند ابو خالد ستور. قولوا بس جايبينها منين؟ جايبينها من عند الصين طبعا. دي ب 80 جنيه؟ والله يا بلاش، استانلس مذهب ما بيغيرش. ب 550 الكبه الكبيره ب 3 لتر اهو، دي استانلس بالكامل فوق وتحت. ال 5 لتر من الكبه القمر دي استانلس زي ما انتم شايفين كده، شايفينها؟ دي ب 650 جنيه، والحقها بسرعه من عند ابو خالد ستور قبل ما تخلص. معانا المقاس الجامبو ال 6 لتر من الكبه القمر دي استانلس، كلها استانلس اهي، دي ب 750 جنيه عند ابو خالد ستور. بكام القلايه؟ الاير فراير؟ الاير فراير؟ ب 1250. دي ب 1250. طب هنفرجهم يا يوسف.
بصوا شكلها عامل ازاي. جميع ماركات العجانات هتلاقوها في ابو خالد ستور بنص الثمن بتاع بره. جمله انت مش عايز تيجي صح؟ جبتك. هتيجوا هنا عند ابو خالد ستور هتلاقوا اكتر من شكل كاسات الحاجات بره، مؤلفات مؤلفه هتلاقوها هنا بربع ثمنها. طقم زي ده بيبقى غالي قوي بره، هتيجوا تلاقوه اقل من بره بكثير. بصوا ابو خالد يا جماعه الموزع على جمهوريه مصر العربيه المستورد يد اولى في النزهه هنا. بصوا بيبيع بالقطعه، تعالي لو انت عروسه خدي حاجتك اقل من بره بربع ثمن. بص يعني لو انت مثلا حاجه ب 1000 هتيجي تاخديها ب 250. انت عمرك شفتي اصلا طقم كاسات ب 140 بالشكل اللي انت شفتيه ده؟ فيش والله ما في. في اكتر من طقم سكاكين بكذا سعر، بيبدا هنا ب 200 جنيه زي ما قلت لكم، وفي كمان اطقم توزيع، وفي كمان كذا نوع معالق. انت هتيجي هنا هتختاري وتحتاري في ابو خالد ستور. ما تنسيش بقى الرفايع اللي موجوده في ابو خالد زي المشابك والمشمع، كل انواع الحاجات دي الجميله، الاسبونش بتاع الازاز، الفوط بتاعه المطبخ، الفرش بتاعه التويليت، الزمزميه بتاعه الجيم. بصوا اطباق الاير فراير. بصوا هنا هتلاقوا من الابره للصاروخ عند ابو خالد ستور. اطقم التوزيع الديكوريشن على المطبخ، طقم زي القمر ده وطقم كمان زي القمر ده، وزي ما قلت لك احنا هنا السعر اقل من بره بمراحل بمراحل. في كمان كذا طقم حلل المستورد التحفه ده زي ما انت شايفه، وفي كمان الحلل الاستانلس دي استانلس دي، وفي كمان الجرانيت دي، وفي بقى اطقم التوابل والحاجات الدلع اللي بتدلعنا هنا. استنى اخد لك جوله كده. كل الكوبايات الترند اللي انت بتدور عليها، السكريات، اكسسوارات المطبخ كلها، اطقم المكسرات، اطقم التوابل. بص كده كل الحاجات المستورده اللي بتدوري عليها والالوان اللي انت بتدوري عليها هتلاقيها هنا عند ابو خالد ستور. بصوا بصوا الحاجات الجديده دي، كل ده اقل من بره باسعار حلوه قوي. وبقى المبشره دي على فكره حديد بس اسود، تحفه يا جماعه. بصوا شكلها مبشره حلوه قوي، بصوا شكلها حلو قوي. بصوا بقى المصفى الستانلس دي موجوده عند ابو خالد ستور، وكمان الساطور ده انت عايز تخلص على الناس بدري بدري. بصوا كده بصوا كل الحاجات الترند، الحاجات الخشبي والبولات الخشبي اهي للسلطه والحاجات دي كلها. بصوا دي ايدي دي خبازه، وفي خبازه اهي دي ما حضرتهاش انا. بصوا كده كل الحاجات الخشب القمر دي موجوده. تعالي بقى اوريكي ده، في هنا كمان كل الكوبايات الترند. بصوا دي كل كوبايات ايكيا اللي بتتباع غاليه هتيجي تلاقيها هنا عند ابو خالد ستور رخيصه جدا. بصوا القمر طبعا الكوبايه اللي على راسها ريشه موجوده ومكمله معانا، وفي دي كمان. بصوا وفي دي كمان وفي دي كمان. لا في شويه كوبايات نسكت، لا في كمان رفايع مش عايزه تاخدي طقم خدي بالمعلقه. هو احنا حد هيجبرنا على حاجه؟ محدش يجبرنا على حاجه. ناخد سباتيولا، ناخد طقم 3 قطع، ناخد طقم 6 قطع براحتنا. عايزه تدلعي نفسك دلعي نفسك على قد فلوسك. بصوا كل الرفاعيات، والرفاعيات دي هنا اقل من بره بمراحل طبعا. كمان في هنا الميزان والمباخر. بصوا كل جميع المباخر، كل الصواني، ده طقم المكسرات. بصوا في القطعتين اهو، وفي الاربع قطع ده، ودي صواني تقديم، وده طقم مكسرات، دي شايلات مكسرات، ودي طقم مكسرات انتوا شفتوها عندي، وده ايه طقم مكسرات برضو، وده طقم مكسرات اهو، دي كلها شايلات مكسرات وصواني. في بقى الطقم البلاك القمر ده، بصوا كده كل ده. تعالوا بقى ندخل للحاجات الحلوه دي، دي الصواني المذهب، شايفين الجمال؟ بصوا كل المقاسات ده مذهب، ما بيغيرش لون ما بيغيرش لون. بصوا بقى حاجات الفشار والحاجات الترند، مكاوي الشعر، الاستشوارات، كل حاجه تخص الكوافيرات موجوده هنا في ابو خالد ستور. ده ايه ده؟ ده ايه ده يا سيد؟ منظم. ده منظم، حتى المنظم جابه لكم اهو، شايفين؟ طالبين. كل الحاجات الترند اللي بتدوري عليها هتيجي هنا تلاقيها عند ابو خالد ستور زي ما انتم شايفين. الراديو، الغساله، عشان لو عايزه تغسلي ممبار، عايزه تغسلي شرابات، عايزه تعملي زبده، دلعي نفسك. بصوا مكان حلاقه، كل حاجه، استشوارات، حاجات الكوافيرات موجوده. حاجات الكوافيرات دي حتى المساحه جبتوها بلاش. خلاص يا ابو السيد هنعمل ايه بقى؟ ده ايه ده يا ابو السيد ده؟ هارد جل ده انتوا حتى كمان دلعتوا الكوافيرات. بصوا بقى هنا
كل المكاوي، ده قسم كبير وخاص بالمكاوي والاستشوارات وجهاز الشمع وكل حاجة والسلكابيل كل حاجة، الضوافر الرموش كل اللي انت عايزاه تيجي تلاقيه هنا عند ابو خالد ستور. شايفين الجمال؟ بصوا المكان بجد اكبر مكان هتيجي تلاقيه، هتلاقي فيه من الابره للصاروخ، تجميل، ادوات منزليه، اجهزه كهربائيه، دلعي نفسك. ساحه ترند دي عليها عرض ب 100 جنيه في ابو خالد ستور. وبقى سيد هنا ابهرني، دي ترابيزه خشب، بصوا بستاند اقسم بالله ب 100 جنيه دي ب 100 جنيه وفي منها كميه اهي، بصوا كده، بصوا يا بنات رهيبه ب 100 جنيه اهي، بصوا شكلها عامل ازاي. في الصواني الخوص القمر دي، وفي كمان السبتة الخوص دي زي ما انتم شايفين، ودي الترابيزه ب 100 جنيه بصوا، وفي كمان البلاستيكات والرفاعيات اهي. احنا مدلعينكم هنا في ابو خالد ستور، باسكت الزباله، باسكت سبت الغسيل، بصوا البولات القمر الاكليريك دي، وريها لنا كده يوسف. لا البولات ده طبق المكسرات. ده شكله حلو. بكام ده يا يوسف؟ ده استوزتنا ب 30 جنيه. ده ب 30 جنيه؟ والله في منه المذهب؟ طب والله تحفه. بصوا طب طلع ده ب 25؟ طب طلع لي منه اربعه ده. احلى اربعه. بصوا بصوا، لا انا عايزه مذهب، انا عايزه اربعه مذهب. بصوا ضد الكسر صح؟ ضد الكسر. بصوا الرفاعيات هنا ببلاش.